برحب بيكم مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم وبصبح على حضراتكم طبعا في اليوم الثاني والاخير من جوله الاعاده في المرحله الثانيه لانتخابات مجلس النواب 2015، الجوله اللي بتجرى في 13 محافظه كانت طبعا في هذه المرحله، واللي الاعاده كانت سيده المشهد او بطله المشهد في المرحله الثانيه طبقا لكل توقعات الخبراء والمتخصصين في مجال الانتخابات البرلمانية. هناك بعض المفاجآت طبعا فاجأت كثير من الخبراء والسياسيين والمتعاملين مع هذه العملية الانتخابية، كثير من المفارقات، كثير من المتغيرات ربما هندرسها بشكل من التفصيل مع ضيوفنا اللي يكونوا متابعين معنا العملية الانتخابية لحين غلق صناديق الاقتراع في 9 مساء. التغطية مستمرة، قبل قليل تابعنا كل مراسلي تن تي في منتشرين في كل اللجان الانتخابية اللي بتجرى فيها النهاردة جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. خليني أرحب بضيفي الكاتب الصحفي والمتخصص كمان في الشؤون البرلمانية الأستاذ أحمد البطريق. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير فندم، أهلا بيك. ويمكن قبل ما نخش مع مشاهدينا على الهواء، كنت حضرتك بتقول لي إن مشهد الإعادة كان مشهد متوقع جدا من خلال حضراتكم. يعني أعتقد أن مشهد الإعادة لن تزداد فيه نسبة المشاركة عن المرحلة الأولى، بل أنها قد تنخفض قليلا، خاصة وأن غالبية المرشحين قد تم استبعادهم من صناديق الاقتراع وكان لهم دور في حشد أنصارهم وناخبيهم في أمام الصناديق في الجولة الأولى. الجولة الأولى وإن كانت قد شهدت نسبة إقبال عالية جدا قياسا بالمرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في غرب الدلتا وفي صعيد مصر، وهو يعني أمر كان بيمثل بالنسبة لنا مفاجأة لأنه غير معتاد. كانت دائما كم الأصوات في صعيد مصر ونسبة المشاركة بتكون عالية جدا نظرا لتوفر القبلية والعائلية هناك والتحزب أيضا، إلا أن ما حدث كان مخالفا للواقع. نسبة المشاركة في المرحلة الثانية فاقت المرحلة الأولى، وأعتقد أن الجولة الثانية من المرحلة الثانية هتفوق أيضا نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الجولة الأولى، وهذا يؤكد أن النخبة السياسية بات لها تأثير واضح في المدن الحضرية، خاصة في القاهرة اللي بتضم أكثر من 7.5 مليون ناخب واللي بتمثل الثقة للميزان في عملية التصويت. طبعا ما نقدرش ان احنا نغفل ان هناك محافظات كان بيها كتلة تصويتية كبيرة ارتقت الى مستويات متقدمة، خاصة فيما يتعلق بمحافظة كفر الشيخ على سبيل المثال، واعتقد ان محافظات الشرقية ايضا شهدت اقبالا كثيفا في تلك الجولة. ومن ضمن المفاجآت انها اسفرت عن فوز 3 مرشحين في تلك المحافظة من الجولة الاولى، ومن المناسب أيضا أن نذكر أن أحد هؤلاء المرشحين وهو النائب محمود خميس حصل على أكبر الأصوات على مستوى الجمهورية حتى هذه اللحظة، حصل على 82,000 صوت. طبعا ده عملية جيدة للغاية، يجب أن احنا نقيس عليها، خاصة وأن هناك دوائر حصل فيها النائب الذي أعلن فوزه عن 3,000 صوت مثلما حدث في وسط وشمال سيناء. كل هذه المسائل يجب أن ينظر إليها بعين دارسة لما سوف تسفر عنه الانتخابات بصفة عامة وما سوف يسفر عنه الأداء النيابي داخل المجلس خلال الفترة القريبة القادمة. طب نسب المشاركة يا أستاذ أحمد، نسب المشاركة هل كانت مرضية للقائمين على العملية السياسية ولا كانت متوقعة ولا كانت غير متوقعة؟ يعني أعتقد أن احنا كنا بنتمنى أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بصفة عامة إلى أكثر من 50%، خاصة وأن هذا البرلمان اللي هو بيمثل الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل هو الشريك الأساسي في حكم مصر.
نظرا لما تضمنه الدستور من مواد بتتيح لهذا البرلمان التحكم في مسيرة الحكومة وفي اختياراتها وفي سياساتها. كل هذه المسائل كنا نتمنى أن يكون البرلمان تعبيرا حقيقيا عن الشعب المصري ككل، ولا يكون تعبيرا عن أقلية، لأن المسألة دي تبقى في غاية الخطورة. نضيف إلى ذلك أيضا أن غالبية الذين خاضوا الانتخابات أو الذين تم إعلان فوزهم في الجولة الأولى من المرحلة الأولى والإعادة وفي الجولة الثانية، الغالبية العظمى منهم من طيار سياسي واحد. كل هذه المسائل سوف تشكل خللا سياسيا داخل المجلس، أن المجلس سوف يكون خاليا من المعارضة الحقيقية. نعم، يعني كله هيكون أكثرية بالتأكيد، واخد بال حضرتك. وطبعا أن المواطن في حاجة إلى من يتصدى لطغيان الأغلبية على الـ الأقليات اللي موجودة في المجالس، نظرا لأن المعارضة دائما ما تتسبب في حدوث نوع بنسميه ترشيد العمل التشريعي والرقابي. يعني ما تبقاش العملية فلتة قوي يعني. طب غياب المعارضة أستاذ أحمد ده بيعني إيه؟ بيعني إنه المشهد السياسي غير ناضج، ولا بيعني إنه ما كانش فيه حاجة يبنى عليها الاعتراض اصلا؟ يعني يفهم من ايه ان نسب المعارضه هتكون في داخل البرلمان القادم قليله؟ يعني اعتقد ان المعارضه قد تتشكل داخل المجلس نفسه. يعني وقت بقى اختيار حكومه او وقت التصويت على المشروعات القوانين او المواقف المختلفه او اختيارات اللجان او اختيار رئيس المجلس، كل هذه المواقف قد تسفر عن ميلاد المعارضة، وبالتالي يمكن ان احنا في الحالة دي نقول ان في عندنا معارضة وان في احزاب قد شكلت المعارضة بصفة عامة. انما الوجه الواضح بالنسبة لنا ان غالبية الاحزاب والنواب الذين فازوا بمقاعدهم في المجلس النيابي من الموالين للنظام، وبالتالي هتبقى الموالاة بتمثل أكتر من 99.9%. ده في صالح المشهد ككل ولا ضده يا صاحبي؟ لا 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 لا، أعتقد أنه في صالح المشهد. كان من الواجب أن يكون هناك عدد لا بأس به من النواب المعارضين حتى نتمكن من ترشيد قرار سياسي داخل البرلمان. ولذلك يعني أنا أتمنى من صميم قلبي أن تفطن القيادة السياسية لأهمية وجود عناصر معارضة خاصة من اليسار داخل البرلمان الجديد من أجل وجود الرأي الآخر، حتى يعني يستطيع المواطن أن يرى من يعبر عنه. وأعتقد أن هناك العديد من النماذج الطيبة والوطنية أيضا في اليسار المصري من الممكن أن تمثل هذا النهج، وأن يتم اختيارها بالإضافة إلى اختيار العناصر الجيدة المتخصصة في الشؤون القانونية والشؤون الاقتصادية والشؤون السياسية. وأعتقد أن الفرصة يعني متاحة لمثل هذه العناصر في خلال الفترة القريبة القادمة، نظرا لعدم الحاجة إلى تعيين كوتات للمرأة أو للشباب أو للأخوات. طب بس قبل ما نسيب النقطة بتاعت المعارضة، لأنها نقطة في غاية الأهمية أستاذ أحمد، يعني لماذا لم تتشكل المعارضة في الفترة ما بين الاستفتاء على رئيس الجمهورية، يعني عفوا اختيار رئيس الجمهورية والانتخابات البرلمانية؟ كان في فترة كبيرة جدا تسمح بده، خصوصا لأن احنا كنا أمام رئيسين، يعني اختيار ما بين رئيسين مرشحين أصلا للرئاسة. لماذا لم نشهد وجود تكتل معارض للرئيس، وبالتالي كان يسمح ده ان هم يكونوا معارضين داخل البرلمان؟ البعض ارجع ده لربما ذكاء الرئيس في انه وقف موقف موحد من كل التيارات السياسيه، وبالتالي لم يستعدي احدا ولم يقدر احد ان هو يعرضه. لا يعني لانه هو يعني كان اذكى من انه يستعدي احد. يعني نتيجه الانتخابات الرئاسيه بتؤكد هذا المعنى، ان 99% من اللي شاركوا في التصويت في الانتخابات الرئاسية
اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي لم تكن هناك معارضة تذكر في تلك الانتخابات. هذه النسبة انعكست على المرشحين في الانتخابات البرلمانية، وبالتالي فأن الغالبية العظمى من المرشحين في الانتخابات البرلمانية كانوا من المؤيدين للرئيس السيسي. لا يوجد معارض واحد حتى الآن على الساحة ضد الرئيس، وبالتالي احنا بنقول أن المعارضة قد تتشكل داخل المجلس وقت نظر الآتي: اختيارات رئيس المجلس أو تشكيلات اللجان أو عند الاختراع على مشروعات القوانين. في الحالة دي ممكن أن يتولد لدينا نوع من أنواع المعارضة. نرجو أن يكون سريعا وأن يكون مكثفا حتى تستقيم الأمور داخل البرلمان. هنرجع مرة تانية لنقطة المعارضة داخل قبة البرلمان يا أستاذ أحمد، لأنه قد تكون ليها كثير من يعني التساؤلات داخل حتى عقل المواطن المصري في المرحلة القادمة. لكن قبل الفاصل أو قبل الدخول مع محمد مجدي من دمياط، كنا بنناقش مع حضراتكم شكل المعارضة المنتظرة في البرلمان القادم، وبعض الخبراء بيقولوا أن المعارضة ستكون هزيلة أو ربما قليلة العدد تحت قبة البرلمان هذا العام، وهناك أسباب لده كنت بكلم فيها مع ضيفي الكاتب الصحفي في مؤسسة الأهرام والمتخصص في الشؤون السياسية والبرلمانية أستاذ أحمد البطريق. برحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد، والنقطة الخاصة بالمعارضة اللي حضرتك ذكرتها، وحضرتك كنت بتقول أنه ده مش في صالح المشهد السياسي وربما مش في صالح حتى صانع القرار المصري. بالتأكيد يعني احنا يعني كنا نود ان تكون المعارضة دائما داخل البرلمان، حينما تتكون المعارضة خارج البرلمان فان المعارضة تكون في الشارع، وده امر في منتهى الخطورة. احنا شاهدنا هذا الامر في برلمان 2010 حينما تلاعب الحزب الوطني بنتائج الانتخابات وعصف بالمعارضة ككل. انتقلت المعارضة من داخل البرلمان إلى الشارع، الأمر الذي تسبب في حدوث ثورة 25 يناير. نتمنى أن تتولد معارضة جادة وحقيقية داخل المجلس، خاصة وأن الأحزاب الجديدة التي تم تكوينها في خلال الفترة الأخيرة الماضية بعد قيام الثورة بتحظى نقول أكثريات في المجلس. من الممكن أن نشهد حزبا بيحصل على 100 مقعد وحزب يحصل على 80 مقعد وحزب يحصل على 60 مقعد. كل هذه المسائل قد تشكل في القريب العاجل نوع من أنواع المعارضة داخل المجلس، سواء كان على سياسات، سواء كان على قوانين، سواء كان على مناصب سوف يتم توزيعها داخل البرلمان بما أو مما يسمى بالكعكة البرلمانية والمتخصص. طب والشكل أو الطيف السياسي اللي هيكون مؤثر على المعارضة أو شكل المعارضة يا أستاذ أحمد؟ يعني أصل إحنا مش عاوزين ننكر إن ليس شرطا أن تكون المعارضة من طيف سياسي مغاير. احنا بنجد ان المعارضة مثلا على سبيل المثال في الولايات المتحدة الامريكية من نفس الطيف السياسي، كلها احزاب ليبرالية سواء كان الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي. ايضا في فرنسا نفس الحكاية، وان كانت هناك فروق بسيطة جدا قد تبين او قد تميز ما بين حزب او اخر. واعتقد ان يعني حاليا بيتم تشكيل جبهه لموالاه النظام القائم حاليا، بيقودها القائمين على قائمه في حب مصر. اعتقد ان من سوف يخرج عن تلك الجبهه سوف يمثل بشكل او باخر تيار المعارضة. ليس شرطا أن يكون بقى في هذه الحالة من اليسار أو من التيار الإسلامي أو من خلاف ذلك، ولكن قد يكون من التيار الليبرالي اللي يعني
موجود بكثافة داخل المجلس، ولكن قد تختلف المصالح ما بين هذا التيار وهذا الحزب، وبالتالي تحدث المفارقات ويحدث نوع من أنواع المعارضة. إذا ما أخذ في الاعتبار أيضا أن هناك من يطمع في مناصب في الحكومة، في مثلا رئاسة الحكومة على سبيل المثال، كل هذه المسائل ننتظر قليلا لنراها على أرض الواقع، وإحنا كمان هنحاول ندرسها بشكل من التفصيل مع حضرتك ومن خلال قراءتك ورؤيتك وشكل التحالفات كمان المنتظرة داخل قبة البرلمان. برحب بحضرتك مرة ثانية. ويمكن كان سؤالنا حول شكل المعارضة المنتظرة في ظل المعطيات العملية الانتخابية اللي تفاجأ بها البعض والبعض كان متوقعها، وشكل التحالفات المنتظرة كمان داخل البرلمان، وبعض الملاحظين بيقولوا ان التحالفات بدأت بالفعل يا استاذ احمد. يعني هناك امور يعني مؤسفة للأسف حدثت في قبل وبعد وأثناء وبعد العملية الانتخابية، تمثلت في ظاهرة المال السياسي. المال السياسي بدأ بمراحل متعددة. المرحلة الأولى بعض رجال الأعمال كونوا أحزاب أو اشتروا أحزاب، تلك الأحزاب استثمرت الأموال التي لديها في شراء مرشحين ودعمت المرشحين لشراء الناخبين، شراء الأصوات. للأسف الشديد بتظهر علينا هذه الأيام ظاهرة غريبة جدا، وهي محاولة شراء نواب داخل البرلمان. ليه بقى يعني؟ لتكوين تكتلات. هذا الشراء قد يكون بالمادة بالفلوس، وقد يكون بأشياء أخرى غير معلومة لنا حتى هذه اللحظة، قد تكون بمناصب في البرلمان الجديد. كل هذه المسائل بتؤكد أن التحالفات الجديدة التي سوف تتم داخل البرلمان، في منها من يحاول أن يشكل تحالفا نيابيا قائما على مصلحة الوطن، ومن يحاول أن يشكل تحالفا من أجل تحقيق مصالح خاصة. إذا تدخل المال داخل البرلمان حصلت الكارثة التي لا نود أن نشهد، خاصة وأن هناك من يردد أن كتل بعينها أو أحزاب بعينها تود من الآن الاستيلاء على مقادير الأمور داخل البلاد، ممثلة في ترشيح رئيس حكومة موالي ليه. كل هذه المسائل بتؤكد أن في حاجة غلط، يجب أن يعي الجميع خطورة هذا الأمر. طيب مش احنا كنا بنتكلم عن أنه ضرورة أن يكون في معارضة داخل البرلمان، وحضرتك بتقول أنه هذه الكتلة اللي ذكرت واللي على ما يبدو أنه رجال الأعمال موجودين فيها بشكل واضح، ما هي عايزه تاخد شكل من اشكال ان هو يكون ليها دور تنفيذي في الدوله، يعني ان هم يكون ليهم رئيس الحكومه من هذا التيار او من هذا الحزب. طب ما هو دي المعارضه ولا لا؟ ومين قال ممكن يكونوا هم في الحاله ديت اذا نجحوا في مخططهم هيكونوا هم الاغلبيه، وبالتالي هيكون التيار الاخر او الكتله الاخرى في مقاعد المعارضه. ما احنا الى الان مش عارفين مين اللي هيبقى في الاكثرية او الاغلبية، ومين اللي هيكون في المعارضة حتى هذه اللحظة. القضية بتكمن في ان الجميع في مركب واحد. وأن هل بتتوقع انه يبقى في اغراءات لدخول هذا التيار اللي هو الاكثري للمعارض او العكس؟ وعلى اي اساس؟ طبعا هيكون في اغراءات كتير جدا. أولى هذه الإغراءات إعادة دفع ما تم إنفاقه في العملية الانتخابية. يعني أنا دلوقتي لما أكون نائب في البرلمان وجات لي كتلة معينة بتقول لي أنت صرفت قد إيه في الانتخابات، فبقول صرفت 2 مليون جنيه، يقول لي خد ال 2 مليون جنيه وهتبقى معانا. خد بال حضرتك. طبعا المبالغ دي صرفت بالفعل على مرشحين لمثل هذه الأحزاب في الانتخابات، يعني المسألة هي عملية شراء نواب.
في طريقة تانية، يعني احنا في عندنا اكتر من نقول ايه، في عندنا 20 لجنة داخل المجلس، كل لجنة فيها 4 مناصب من رئيس اللجنة، وكيلين، امين سر، اللي يتم توزيعها على من ينضم لرئاسة اللجنة او وكالة لجنة او امانة سر. دي نوع من انواع الـ 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 الوعود اللي هتتم منحها لمن سوف ينضم الى هذا التكتل او التكتل الاخر. في عندنا ايضا التشكيل اللجنة العامة بما بتضم من اكثر من 20 مقعد. ايضا اللجان البرلمانية، اللجان العلاقات الخارجية، كل الحاجات دي كلها هتمثل اغراءات لنواب بعينهم للانضمام لمثل هذا التحالف. اذا ما تم توزيع الكيكة زي ما بيتقال داخل المجلس على طيار بعينه، هتحصل معارضة رهيبة جوه المجلس نفسه. عشان كده قلت حضرتك ان المعارضه هتتشكل داخل المجلس. المعارضه هتتشكل داخل المجلس. انما المنصبين او الثلاث مناصب الاخرى اللي هي رئيس المجلس والوكيلين، الوكيلين من الجائز جدا ان يتم انتخابهم من بين النواب اللي هيتم حصولهم على مقاعد داخل مجلس النواب. ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك ما يشير إلى أن من بين الذين قد فازوا بالمقاعد النيابية من يصلح أو من قد يتمكن من إدارة شؤون البرلمان ورئاسة البرلمان في الفترة القادمة. أعتقد أن هذا المنصب قد يتم شغله من خلال التعيينات التي سوف تحدث. بس المستشار عدلي منصور كان ليه تصريح الحقيقة مطاطي جدا لما سئل وهو بيضلي بصوته في المرحلة الثانية، أنه الحديث ربما عن رئيس المجلس حديث ليس بأوانه، يعني هو لم يرفض أو لم يستبعد كونه هيكون موجود ولم يعلن ده بشكل صريح. حضرتك قريت التصريح إزاي؟ أيوة، يعني أنا قريت هذا التصريح، ولكن عرفنا أيضا أن هناك أسماء أخرى كتير جدا مرشحة وتصلح. زي مين؟ يعني المستشار سر الصيام، المستشار أحمد الزند، السيد عمرو موسى، اللواء عادل لبيب، كل هذه الأسماء مطروحة حاليا أن يتم تعيينها في المجلس الجديد، وبالتالي اختيار احدها ليتولى زمام الامور داخل داخل المجلس. ايه الدور المنوط به رئيس المجلس في هذه المرحله استاذ احمد، وايه هي مواصفاته؟ يعني انا اعتقد ان ده دور منط الميزان داخل مجلس النواب، واعتقد انه من الضروري ان يتم البحث عن شخصيه قويه للغايه تستطيع ان تدير دفه الامور داخل البرلمان في ظل غياب العناصر المساعدة. العناصر المساعدة بقى المقصود بيها كالآتي عشان نوضحها أكتر للسادة المشاهدين. كان الدكتور فتحي السرور لما كان بيتولى زمام الأمور في مجلس الشعب كان لديه زعيم أغلبية قاعد في القاعة بإشارة منه النواب تسكت، وبإشارة منه النواب تصوت، وبإشارة منه النواب ترفض. وفي نفس الوقت هناك زعيم للمعارضة أيضا بيقوم بهذا الدور، وزعيم للمستقلين بيقوم بنفس هذا الدور، إذن فكان هناك مساعدين لي. طبعا نحكي عن الحنكة السياسية والدهاء في إدارة شؤون الجلسات. نعم. المجلس الجديد، المجلس الجديد لا أعتقد أن هناك من يستطيع داخل القاعة أن يسيطر على الأمور داخلها. من كل الأسماء اللي حضرتك ذكرتها؟ من كل الأسماء للأسف الشديد. ليه بقى؟ لأن الغالبية العظمى منهم، الغالبية العظمى منهم وهم من المستقلين، لا يستطيع كان من كان أن يتحكم في أهوائهم وفي إرادتهم داخل المجلس. حتى لو انتخبوا فيما بينهم ممثل للمستقلين
هتظل دائما لدينا ان المستقل عاوز يعبر عن نفسه بنفسه وليس من خلال شخص اخر. ايضا من يقول ان قائمة في حب مصر على سبيل المثال يمكن السيطرة عليها من خلال ممثلها القانوني اللواء سيف اليزن، الغالبية العظمى من نوابها تم ذهابهم الى احزابهم، يعني لانها ما كانتش بتمثل طيف سياسي واحد. نعم. ده كانت بتمثل مجموعة من الأحزاب ومجموعة من المستقلين ومجموعة من الشباب ومجموعة من المرأة والمعاقين والعاملين في الخارج. فلا أعتقد أن هذه هل تتوقع أن قائمة في حب مصر تتقلص داخل البرلمان؟ بالتأكيد هي بدأت تتفكك حاليا. بدأت تتفكك، وإن كان تجربة التشكيل للقائمة قد تتكرر داخل المجلس إذا ما تمكن القائمين عليها من عمل تكتل جديد يضمن انضمام أعداد لا بأس بها سواء كانت من الحزبيين أو من المستقلين لمثل هذا التكتل. وأعتقد أن الأقرب لهذا التكتل الجديد هيكون حزب مستقبل وطن، هيكون يعني على هذا ولكن هيكون في تباعد كبير جدا ما بين هذه الكتلة ومثلا المصريين الأحرار، هيكون في تباعد أيضا بينهم وبين حزب الوفد. لا هنرجع تاني للتحالفات وتقسيماتها وإيه مردود ده على المصلحة الوطنية ولعبة المصالح، لأن حضرتك دلوقتي بالشكل اللي حضرتك بتبنيه داخل البرلمان إحنا أمام مشاهد ربما تكون خطيرة لو إحنا ما استوعبناهاش. أستاذ أحمد، طالما احنا شفنا صورة الرئيس خلينا نشوف سؤال عن هذا الموضوع، لأنه بعض الخبراء قالوا أنه مؤسسة الرئاسة عندما لم تعلن عن تأييدها لتيار سياسي ما أو لحزب سياسي ما ربما ده أعطى شكل ضبابي للناخب أنه يختار مين أو يسيب مين. لا يعني هي حياد مؤسسة الرئاسة في العملية الانتخابية كان واضح من البداية، و حتى ان الرئيس طلب من الاحزاب في قبل بدء العمليه الانتخابيه انها تشكل فيما بينها مجتمعه قائمه واحده حتى يستطيع ان هو يدعمها تمثل فيها كل الاحزاب، الا ان غالبيه الاحزاب اخفقت في ان تشكل القائمه الموحده وتركت الامر لبعض المستقلين لمحاولة تجميع بعض الأحزاب. نجحت قائمة في حب مصر في تجميع بعض رموز الوطن من المستقلين ومن بعض الحزبيين، وإن كانت لا تمثل كل الأحزاب القائمة بالفعل. كل هذه المسائل بتؤكد أن المؤسسة الرئاسة كانت حريصة دائما على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة بعيد عن أي تدخلات، خاصة وأن الجميع يعلم أن كل من هو متقدم للانتخابات بيؤيد رئيس الجمهورية قلبا وقالبا، وبالتالي لن تكون هناك معارضة داخل المجلس على شخص الرئيس أو على مؤسسة الرئاسة، ولكن المعارضة قد تكون على السياسات العامة التي تتخذها الحكومة أي حكومة كانت وأي اسم كان لرئيس الحكومة القادم. هذه السياسات قد توضح الشكل العام لما سوف يكون عليه البرلمان. زي ما قلت لحضرتك ان احنا نتمنى ان يكون هناك ترشيد للسياسات، عدم تغول من جانب التيار الليبرالي على مجريات الامور داخل المجلس، خاصة وان مصر في حاجة ماسة الى توجه اقرب الى التوجهات الاشتراكية منها الى التوجهات الليبرالية، نظرا لطبيعة أو لتقسيمة المستويات الحياتية للمواطنين داخل الوطن. إذا ما أخذ في الاعتبار أن أكثر من 50% من المواطنين يعني من الفئات المتوسطة، وأن النسبة الأعلى منها حتى مثلا نقول 80% في فوق المتوسط ببسيط، وإذا إحنا طبعا ما رضيناش نقول إن الفقراء في مصر وفقا للإحصائيات حوالي 30%، كل هذه المسائل بتستدعي أن يكون هناك توجه داخل البرلمان يراعي معدومي ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، حتى تتمكن الدولة من عمل
الخطط التنموية وتستهدفهم بيها. طب ازاي ده هيحصل وحضرتك بتقول دلوقتي ان احنا امام ظاهرة او مشهد ما يسمى بشراء النائب من بعض رجال الاعمال او بعض الناس اللي ليهم مصالح، وبالتالي سيطغى طبعا على المشهد العام داخل البرلمان هذه المصالح؟ بالتأكيد. ازاي بقى احنا يعني احنا نشوف يعني العدالة الاجتماعية دي اللي احنا بننشدها منذ القدم، وهذا البرلمان ده شكله المتوقع؟ يعني طبعا الشكل بما يضم من شخصيات قد يكون من بينهم عدد كبير من الشباب، وده أمر محمود حتى هذه اللحظة. في عندنا أكتر من 100 شاب، يعني الشباب اللي احنا بنقيس عليه دلوقتي من 25 ل 45. كل هؤلاء الشباب قد يكونوا في صفوف المواطنين الأقل دخلا والأكثر احتياجا، وبالتالي قد يجد المواطن من يحنو عليه ومن يعمل على تحقيق مصالح مثل هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، خاصة وأنها ليست بعيدة عن توجهات القيادة السياسية نفسها، لأن الرئيس قال قبل كده أن هناك العديد أو الغالبية من الشعب لم يجد من يحنو عليه خلال الفترة الماضية. كل هذه المسائل يعني بتعطينا يعني بصيص من الأمل في أن المجلس سوف يتضمن وجوها تحافظ بشكل أو بآخر، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة أو الأكثرية أو المعارضة، على حقوق المواطنين البسطاء. لا نتمنى أن يكون هذا البرلمان متغولا ومتوحشا في طريق الانفتاح والليبرالية والعصف بمحدودي ما هي الضمانات بقى يا أستاذ؟ السؤال ما هي الضمانات؟ هذه الضمانات سوف يعني تتشكل من خلال رؤية النواب وضمائرهم نفسها، ولكن ليس هناك ضمانات حقيقية على أرض الواقع داخل المجلس. أعتقد أن وجود معارضة حتى لو كانت معارضة عندية، وهي اللي احنا بنطلق عليها العناد، المعارضة العندية قد تسهم في تخفيف حدة التغول الذي قد يحدث، خاصة وأن يعني الرؤية العامة بتؤكد أن الغالبية العظمى من هذا هؤلاء النواب داخل هذا البرلمان من التيار الليبرالي، سواء كانوا من المستقلين أو حتى من الأحزاب. ولعبة التحالفات وشكل المعارضة وغيرها، وحضرتك قلت لي أنه بدأت بالفعل قائمة وحب مصر، على الرغم أن هي القائمة اللي كانت مكتسحة وبالفعل اكتسحت المقاعد القوائم في البرلمان، لكن بدأت على ما يبدو أن هي تتفك. ده معنى إيه يا صلاح؟ لا يعني هو ده معنى طبيعي، خاصة وأنها كانت بتضم عدد من ممثلي الأحزاب، كل مجموعة كانت بتنتمي لحزب بتذهب إلى الحزب بتاعها. ولكن اللي احنا بنقوله أن القائمين على هذه القائمة والذين تمكنوا من تشكيلها في الوقت الذي فشلت فيه أحزاب كبيرة في عمل قائمة خاصة بها، كل هذه المسائل بتؤكد أن لديهم المهضرة على تجميع عدد كبير من النواب في تكتل واضح وصريح لحماية الدولة المصرية ضد عمليات التغول المنتظرة من المجلس. ده يخلينا ربما نقدر نقرأ ان هي هيكون ليها الشكل الأكثرية داخل البرلمان. لا يعني محدش يقدر يقول ان هيكون لها شكل الأكثرية او الأغلبية، لان ما يتم في الخفاء حاليا بيشير إلى أنها قد تتمكن من تجميع أعداد لا بأس بها في التكتل الخاص بها في خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة وأن محاولات حزبية أخرى لعمل ائتلاف أو تكتل بتجري على قدم وساق، ولديهم هم الآخرين مغريات عديدة للنواب. احنا يعني هنقدر ان احنا نرصد المسألة ديت في بدء الانعقاد وعند اختيار رئيس البرلمان، هنقدر نقول مين الكتلة اللي حازت على الأكثرية او الأغلبية،
ومين الكتلة اللي هتقف قدامها في المواجهة أو في المعارضة. لكن الشكل ده ما نقدرش نستشفه أستاذ أحمد، يعني المشهد يبدو كأنها يعني قطع موزاييك طبعا، صعب جدا أن احنا نتكهن حتى بالشكل ده. يعني أعتقد أن زي ما قلت لحضرتك أن في أحزاب بعينها سوف تنضم إلى التكتل الرامي للحفاظ على مصالح الوطن. هذه الأحزاب لها حظوظ في. إذا كنا حضرتك بتقول إن كل النواب يعني متفقين على إن هم يعني بيقفوا مسافة واحدة من مؤسسة الرئاسة، وليس لديهم أي شكل من أشكال التناقض مع توجهات مؤسسة الرئاسة، طب إحنا ليه حضرتك ذكرت إنه كمان حتى المصلحة الوطنية مش هتكون منسحبة على شكل المعارضة؟ لا يعني هو المعارضة مش هتكون في المجلس على مؤسسة الرئاسة، المعارضة مثلما يعني قلت قبل كده انها تكون منسحبة على الحكومة وأداء الحكومة، وبالتالي ان التحكم في مسيرة البرلمان هيأتي من هذا المنطلق. واخد بال حضرتك المسألة ان هناك من يريد ان يرى حكومة تشكل وفق هواه، وهناك مجموعة بترى ضرورة أن تكون هناك حكومة قادرة على تحقيق أهداف القيادة السياسية، خاصة وأن الرئيس قد أعلن أنه لا نية لديه لتغيير الحكومة في خلال الفترة القادمة بما فيها فترة تشكيل المجلس. كل هذه المسائل بتضعنا أمام مشهد يجب متابعته ودراسته بشكل جيد، إذا ما أخذ في الاعتبار أن هناك أحزاب بتطمع في هذا المنصب، وتطمع في تسمية أو في ترشيح رئيس حكومة جديد للسيد رئيس الجمهورية. هذا المشهد يجب أن يتم مراعاته جيدا، وأن الأسماء التي سوف ترشح والتي قد رشح عنها بعض المعلومات أسماء خطيرة، لا يستطيع من كان أن يتوقع بتوجهاتها السياسية والاقتصادية خلال الفترة القادمة، إذا كنا بنتكلم على أن التوجهات الليبرالية قد تعصف بمحدود الدخل والبسطاء في المجتمع، فما بالك بقى إذا ما كان القائمين على الأحزاب الليبرالية بها يختاروا رئيس حكومة له نفس التوجهات أو أكثر تشددا، فما بالك بقى بالسياسات التي سوف تتبع. كل هذه السياسات لا يستطيع أحد أن يرشدها إلا إذا كانت هناك معارضة فولاذية وحديدية داخل المجلس من أجل مواجهة مثل هذا التغول. الدولة حريصة على رعاية محدود الدخل، حريصة على تخفيض الأسعار، حريصة على تواجد السلع، حريصة على تطبيق الدستور فيما يتعلق بتحديد نسبة من الدخل القومي للصحة وللتعليم. كل هذه المسائل قد يحدث عليها تغيير إذا ما أتت الحكومات وفقا لرؤية التيار الليبرالي المتغول. هذه المسائل يجب أن تواجه بشكل أو بآخر. من قبل مين يا أستاذ أحمد؟ من يعني قبل المعتدلين، من قبل المعتدلين داخل البرلمان. ليس شرطا أن يكون كل الليبراليين متغولين أو متوحشين، ولكن هناك يعني أعداد كبيرة منهم من المعتدلين يجب أن يرشدوا مثل هذه التوجهات وهذه القرارات من أجل صالح الوطن والمواطن. طب مؤسسة الرئاسة إيه دورها في المرحلة دي؟ يعني الحكم مختلط ما بين الرئيس وما بين الكتلة البرلمانية أو المجلس النواب. برأيك في الأول يعني في البداية من سيخطب حب من؟ يعني هو الـ وفقا للدستور أن الرئيس بيختار رئيس الحكومة، وبيتم تشكيل الحكومة، والحكومة بتتقدم ببرنامج لمجلس النواب. المجلس بيناقش هذا البرنامج إما أن يوافق عليه وإما أن يرفضه. في حالة رفضه الأكثرية أو الأغلبية ترشح اسما حتى بعد ما الرئيس ضمن بارك الحكومة الموجودة حاليا؟ أيوة ما وفقا للدستور، ما هي دي القائم حاليا في الدستور.
إذا ما رفض البرنامج الحكومي حزب الأكثرية أو الكتلة الممثلة للأغلبية داخل المجلس بترشح اسم للسيد رئيس الجمهورية لاختيار كرئيس للحكومة، وهذا الاسم بيشكل حكومة. الحكومة الجديدة يجب أن تحظى بثقة البرلمان، إذا لم تحظى بثقة البرلمان يعتبر البرلمان منحلا، يعني ده أمر نهائي. وبالتالي أعتقد أنه في بداية الأمر أن الأمور تستدعي أن تستقر الأوضاع في البلاد خلال الفترة القادمة، وأن مصر يعني ليست في نقول إيه في فترة تسمح ليها بأن تغير الحكومات كل فترة وتتغير السياسات كل فترة، يجب أن تستقر الأمور في البلاد، خاصة وأن التحديات التي تحيط بالوطن كثيرة جدا. طب إذا كنا نحن يعني مش عارفين نحدد شكل الأكثرية وشكل المعارضة لحد الآن طبقا لقطع الموزاييك المختلفة لدخل شكل البرلمان، وبالتالي إحنا حتى عشان الحكومة تحظى على مباركة البرلمان احنا ده مش متأكدين منه، فيعني توقيت تشكيل حكومة مقبل ده شيء صعب جدا تنفيذه، يعني افهم من كلامك صح؟ يعني لا يعني هو اصل هو الدستور المواد بتاعته هي اللي عملت كده، يعني هي قالت ان الحكومة يجب ان تحظى بثقة المجلس بعد عرض برنامجها عليه، اذا لم تحظى بهذه الثقة بيتم تغيير، وبالتالي فان الـ 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 القادم قد يكون في حكومه جديده يتم اختيار قيادتها بمعرفه حزب الاكثريه، وهذه الحكومه قد تكون يعني نقول ايه يعني ذات توجه معين خاضع لرغبه الاكثريه حتى تحظى بالثقه وفقا للبرنامج اللي هتتقدم به. ولكن احنا بنقول ان هذا الوقت او هذا التوقيت لا يسمح بمثل هذه العمليات. اي نعم نطبق النص الدستوري والمجلس ينظر في البرنامج الحكومي ويوافق عليه، ولو مبدئيا انتظارا لمرور الفترة الحالكة التي تمر بالوطن، وبعد ذلك يعيد تشكيل حكومة من خلال استجواب وسحب الثقة من الحكومة، وبالتالي تشكل حكومة من جديد. هل المواطن المصري أستاذ أحمد ملم بكل هذه المعلومات؟ يعني المواطن المصري البسيط اللي احنا بنتكلم بقى عن حقوقه اللي المفروض ان احنا يعني تناقش في البرلمان ومصالحه الكثيرة المعلقة واللي المفروض تنظر في تعليم وفي صحة وفي عدالة اجتماعية وغيره من الأمور الخطيرة جدا للمواطن المصري اللي انتظرها، هل المواطن المصري يستوعب الكلام اللي حضرتك بتقوله انه البرلمان بيبقى فيه اكثرية وهذه الاكثرية هي اللي شكل منها الحكومة؟ يعني هو مستوعب؟ طب طالما هو مستوعب اللي حضرتك بتقوله، ليه نسب المشاركة كانت دون المستوى؟ هو للأسف الشديد ان الغالبية العظمى من المواطنين لم تعي مثل هذه المتغيرات في الفترة الأخيرة الماضية، وده بيرجع إلى أن التعديلات الدستورية لم يلقى عليها الضوء أمام الرأي العام، خاصة للفئات البسيطة في المجتمع، وهو ده سبب من ضمن الأسباب التي تسببت في قلة عدد المشاركين في العملية الانتخابية. لم تناقش عمدا ولا عن غير قصد يا أستاذ؟ لا لا لا، أهملت. وده طبعا يعني هذا العبء بتتحمله جهات عديدة، يعني ليست الدولة، يعني بيتحمله الإعلام بصفة عامة، لأنه يعني لم يلقي الضوء إلا على اللجنة التأسيسية وما تقوم به اللجنة التأسيسية، وانفرض بنشر الوثيقة النهائية فقط. يعني كان بتناقش بنود مش يعني اكتر من كده، دون ان يوضح لي الرأي العام حقيقة تلك البنود والأهداف وما سوف تسفر عنه في خلال الفترات اللاحقة. وسؤالي الأخير أستاذ أحمد، إجمالا ملاحظاتك على العملية الانتخابية
وتوقعاتك لليوم الأخير من جولة الإعادة؟ أعتقد أن هذه الانتخابات سوف تسفر عن وجود مجلس بيحظى بأغلبية معقولة من المصوتين بتصل إلى من 25 إلى 30% إجمالا على مستوى المرحلتين، وهي نسبة مقبولة عالميا. وأعتقد أيضا أن هذا المجلس لن يضم خلطا من توجهات سياسية مثلما كان متوقعا، نظرا لغالبية المرشحين الذين ينتمون إلى تيار واحد بغض النظر عن مسميات الأحزاب المنضمين ليها. نضيف إلى ذلك أن هذا البرلمان قد شهد بالفعل ميلاد أحزاب جديدة، هذه الأحزاب مثلت تمثيلا جيدا ومعقولا جدا في البرلمان. هناك أحزاب سوف تحصل على ما يزيد عن 80 مقعد، وأحزاب سوف تحصل على ما يزيد عن 60 مقعد، وأن هناك أحزاب قديمة قد تصل إلى حوالي 30 مقعد. كل هذه المسائل بتعد مؤشرات على الخريطة السياسية الجديدة التي سوف تسفر عنها الانتخابات النيابية. السلبيات التي نراها في تلك المعركة تتمثل بشكل واضح في المال السياسي الذي تغول بشكل غير مسبوق فيها، وتسبب في حدوث خروج للفئات أو للمرشحين الأقل قدرة على الإنفاق من هذا السباق، خاصة وأن من ينتمون منهم إلى أحزاب اليسار المصري التي لم تكن تستطيع أن تدعمهم ولو حتى بمصاريف الدعاية الانتخابية على سبيل المثال. لذلك بات من الضروري أن يكون هناك مراعاة في التمثيل لمثل هذه الفئات في الكوتة المعينة من قبل السيد الرئيس، نتمنى ذلك، بجانب طبعا المتخصصين في في الشؤون القانونية والسياسية والاقتصادية. هذا عن السلبيات التي حدثت في تلك المعركة، ونتمنى أن يكون المجلس الجديد مجلسا مؤثرا في الحياة السياسية بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي، خاصة وأنه منوط به تشكيل لجان مهمة مثل المفوضية العليا لشؤون الانتخابات والمجلس الأعلى للإعلام، إضافة إلى مشروعات القوانين المكملة للمواد الدستورية فيما يتعلق بتحديد نسب من الدخل القومي لمجال التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى اختياراته للمواد الخاصة بالتشريع المهم للمجالس المحلية. ويجب أن يضع ضوابط شديدة وحاكمة لهذه الانتخابات وفقا لمواد الدستور حتى نضمن أن تكون هناك فرصة للقضاء على فساد المحليات والذي استشرى بشكل بشع في خلال الفترة الأخيرة الماضية والتي شاهدناها في مخالفات الإسكان وفي مخالفات البناء وفي مخالفات الاستفادة من كل الإمكانيات الدولة دون وجه حق، سواء كانت مياه أو صرف صحي أو كهرباء. كل هذه المسائل يجب أن يتم التصدي لها من خلال المجالس المحلية القادمة والتي تعد هي المدرسة الحقيقية لإعداد جيل جديد من الشباب وتشكيل وعي سياسي طبعا، خاصة وأنها سوف تتيح الفرصة للشباب لكي يؤهل لكي يكون قادرا على أن يكون ممثلا في البرلمانات القادمة. كل هذا منوط بالبرلمان وكل هذا ما نحلم به من البرلمان القادم، ونتمنى منه كل شيء إيجابي وبعدا عن كل شيء سلبي، وما زلنا نتخوف من هذا البرلمان وما زلنا نتمنى.
شكرا جزيلا استاذ احمد البطريق على هذا التصور الاجمالي. بالفعل احنا نتمنى مجلس نواب يليق بعظمة وحجم الشعب المصري، وايضا يليق باحلامه وامنياته التي طال انتظارها. بشكرك جزيل الشكر استاذ احمد البطريق، الكاتب صحفي متخصص في الشؤون النيابيه بمجلس بمؤسسه الاهرام. شكرا جزيلا ليك فندم.